اولا كيف جاء في البلاغ، فالرحله نتاع الفريق الوطني كانت مقرره ليوم 10 يناير، وهذا هو الطلب اللي كنا تقدمنا به للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، واللي وضحنا فيه كل المراسلات اللي تمت بيننا وبين الكاف. وضحنا بانه يعني بعد 10 من يناير اليوم 11 اننا مازال ما توصلنا باي رد، وبالتالي فهذه هي طبيعة الأمور أن الفريق الوطني المغربي تعذر عليه لحد الآن أنه يتنقل إلى قسنطينة باش يلعب بالمباريات نتاعو نتاع الشان كما كان مقررا وكيفما كان يعني تم التخطيط له منذ أشهر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.